مرحبا بكم مشاهدينا معنا في عدد جديد من برنامجكم ديزاد مود. هذا البرنامج اللي عودكم مشاهدينا يجيكم يوميا على قناتكم قناة جيل ديزاد. وبلا ما نطول عليكم مشاهدينا نروح نشوفوا أسئلتنا المتنوعة. مرحبا بك خويا معنا. الله يسلمك اختي. عندنا سؤالنا في فقرتنا تاع اليوم ويقول انت كفرد جزائري هل تفضل انك تدير حفلة عرس كبيرة مكلفة ولا حفلة عرس صغيرة بين غير الاقربون وفقط؟ نبريفيري عرس صغير بين كما يقولوا لي زامي الفاميليا شغل لي بلو بروش ونجوزو هكاك شغل سامبل مكاش ضجيج والهرج انا هذاك ما نقبلوش كشغل مكلف جو عندنا نشوفوا حوايج زايدين في كلش ماشي غير دراهم كان بالك بلي بروبليم بالك فيس بزاف ماشي غير في دراهم تسمى واحد يمشي يدير هكا عرس سامبل ويتهنى هو مرتو خلاص هذا ما كان هنا هو الصح التكاليف الزايده هذا كيديرهم في حاجه لا نروح فواياج دو نونس بلاصه شابه ولا هذه هي تسمى انت ضد التكاليف اللي ما عندها حتى معنى في العرس بيان سور ضد مرحبا بك اختي معنا الله يسلمك. عندنا سؤالنا في فقرتنا لنهار اليوم يقول انت كشابه جزائريه واش تفضلي؟ هل تفضلي زفاف كبير فيه الكثير من التكاليف ولا حفله صغيره بين لي زامي وبين العائله الصغيره؟ بصح كاين حاجه دقيقه على حسب البيرسون اللي نعرفو انا اذا كان واحد ما نعرفوش يعني هكا جوغ زوجوني برك زوج هكا لدارنا برك زوجوني بين بلي كي عندي مون ديارس زعما كان بنادم نعرفو ولا غالب عليه ما عندوش ولا ندير عرس صغير انت على حسب امكانيات الزوج اللي يدير عرس يدير عرس مدابية بين مدابية عرس هايل واذا ما قدرش لا غالب انت واش تفضلي انت يا ما عندي حاجه شو لو عندك الاختيار واش تفضلي عرس كبير ولا عرس صغير نورمال ماشي كبير كما نتخيل فيه وماشي صغير عرس مكلف او غير مكلف هما العرس كاع مكلفين مي مكلف مكلف ما تفضلي المكلف ماشي بزاف مرحبا بك خويا معنا الله يسلمك ترحب بك الجنة إن شاء الله عندنا سؤالنا في فقرتنا لنهار اليوم ويقول أنت كفرد جزائري هل تفضل أنك تدير حفل زفاف ضخم تكاليف كبيرة ولا حفلة صغيرة بين العائلة والأصدقاء؟ هو أنا مش بريفان دي الحاجة صغيرة أنا في أحبابي ناسي خير ما دوك تكاليف كبار وما خسارة تاع دراهم وتبدير بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا حاجة خفيفة خير وخير صغيرة تشهر بها من جهه الشارعه وتزيد دير حاجه خفيفه باش ما تكثرش ما من عين حق بور ايفيتي كاع دوك العفايس هذه هي بصفه عامه ما تفضل حفله صغيره بدون تكاليف زايده بدون تكاليف زايده حتى حاجه زايده النيسيسار تاع النيسيسار اهلا بك اخي ومرحبا بك معنا اهلا بك يا مرحبا بك في الجزائر مرسي ربنا يخليك شكرا عندنا سؤالنا في فقرتنا لليوم ويقول هل تفضل إقامة حفل زفاف أو عرس بتكاليف صغيرة بين العائلة والأصدقاء أو حفل كبير وتكاليف كبيرة أو أنت وش تفضل؟ أنا أعتقد أن حفل صغير مع الأهل والأصدقاء بيكون أنسب وأفضل وتوفير المصاريف الباهظة دي في حاجة تانية زي مثلا رحلة لشهر العسل في أماكن في أوروبا أو أماكن جميلة أعتقد ده أفضل وأوقع يعني التكاليف يستفادوا بهم العرسان أحسن من عرس كبير طبعا أعتقد لأن في النهاية يعني هو مجرد تكاليف كبيرة وبتروح على يعني مش مفيدة خالص جزو الفقرتنا الثانية واللي هو عبارة عن سؤال في الثقافة العامة ويقول ما هو العضو في جسم الإنسان اللي ما يكبرش يبقى دائما هذاك حجمه من زيادة حتى طول حياة الإنسان هو ما ينموش هذاك العضو العين لا هما كانوا دائما يقولوا بلي العين ولكن هي ليست العين هو عضو آخر قربي شوية نعم هو جاي في الرأس المخ لا المخ ينمو ما عنديش هو داخل مع العظام في العظام في المخ في الرأس في العظام اوكي نيدي مكاش ساهل نخاع لا ما عنديش هذا العضو اللي لا ينمو منذ ولادة الإنسان وهي سلسلة عظمية
جاية في الأذن الوسطى للإنسان. هذه السلسلة العظمية واللي تتكون من عظام صغيرة هي لا تنمو من زيادة الإنسان حتى يموت، تبقى هذاك حجمها منذ الزيادة، يعني ما تنموش. ما نعرفهاش، ما كنت هيك استفدت معنا. عينيه جامي كبروا هما دائما، هي هذه معلومه خاطئه، دائما كانت شائعه انه العين هي العضو الذي لا ينمو، ولكن كاين عضو اخر، هي ليس هي تنمو العين ولكن بمقدار بسيط، لكن كاين عضو اخر لا ينمو. وكان يدي هو جاي في الراس، في الراس مخ ما يكبر. لا خاطئ المخ. وكان يدي هي تابع للعظام. كان يدي ما باليش، الله ما بالي. هذا العضو وهي السلسلة العظمية اللي جاية في الأذن الوسطى، هي مجموعة من العظام صغيرة وهي لا تنمو، سما ملي نزيدوه هو بهذاك الحجم حتى يموت الإنسان. نروحوا لسؤالنا في الفقرة الثانية واللي هو عبارة عن سؤال في الثقافة العامة، ويقول ما هو عضو في جسم الإنسان لا يكبر، سما ملي يزيدوه هو بنفس الحجم ما يكبرش، وش هو هذا العضو؟ العضو اللي في جسم الإنسان الذي لا ينمو، سما ما يكبرش، يبقى بحجمه صغير ما يكبرش. مش النف. لا عضو ما يكبرش. لا راح قدم لي احتمالات. لا كان او تحت لساني. لا غلط، تحت لساني. عضو مش العين. لا هي المعلومه الشائعه انه العينين، لكن هي كاين عضو اخر هو في الوجه جاي في الراس. وشنو هو هذا العضو؟ في الراس هو من العظام. في الراس هو من العظام. لا خطي في الوجه، في الراس. في الراس هو جاي من العظام. من العظام هذا العضو هي السلسله العظميه اللي متواجده في الاذن الوسطى. الاذن الوسطى فيها عباره عن مجموعه من العظام الصغيره اللي هي لا تنمو، سما دائما يبقى الحجم تاعها صغير من زياده الانسان هي لا تنمو. نجوزوا لفقرتنا لنهار اليوم اللي هي فقره في الثقافه العامه، ويقول ما هو العضو في جسم الانسان الذي لا ينمو ابدا؟ هذا العضو جاي في الراس. مخيخ. لا المخ. لا المخ ينمو. عطيني احتمالات. هو جاي في الراس كما قلنا. ما عندي حتى يدي بريفا، ما نقدر نجاوبك باسكو مانيش راح نجاوبك. في نجوزو لفقرتنا التاليه واللي هي عباره عن سؤال في الثقافه العامه، ويقول ما هو العضو في جسم الانسان الذي لا ينمو؟ العضو الذي في جسم القلب. لا لا ما فيش جوايز. المخ. لا هو جاي في الرأس. هو في الرأس، عضو في الرأس. طب أول حرف. طيب هو جاي من العظام. الجمجمة. لا طب إيه؟ لا مش عارف. هي سلسلة عظمية جاية في الأذن الوسطى والتي لا تنمو. صعبة مرسي. نروح لسؤالنا في الفقرة الثالثة واللي هو عبارة عن لغز، ولغزنا نهار اليوم يقول جامعة خالية من الطلاب، وشنو هي؟ جامعة خالية من الطلاب. سهل، هو فيه خدعة، يعني كي نقولوا جامعة خالية من الطلاب ما تتخيلهاش انها جامعة حاجة عندها علاقة بالسياسة شوية. برلمان. لا حاجة عندها علاقة بالدول العربية. جامعة العربية. إجابة صحيحة، وهي جامعة الدول العربية اللي هي جامعة خالية من الطلاب. نروح لسؤالنا في الفقرة الثالثة واللي هو عبارة عن لغز، ولغزنا يقول جامعة بدون طلاب، وش هي؟ جامعة بدون طلاب، هي كي نقولوا جامعة بدون طلاب ما تخيلوهاش جامعة بمعناها الحرفي. جامعة عندها علاقة شوي بالسياسة. سهلة. كان يدي الدول العربية. ما على باليش. ما سهلة كي نقولوا الدول العربية. الدول العربية كي نقولوا الدول العربية. الدول العربية سهلة.
جوسيبا ما على باليش. هي جامعة الدول العربية، جامعة الدول العربية، وهي جامعة بدون طلاب. اوكي، معلومة جديدة. جامعة، هي كي نقولوا جامعة خالية من الطلاب ما نتخيلوش جامعة حرفيا، يعني الجامعة هي الجامعة، ولكن جامعة عندها علاقة بالسياسة شوية، بالدول العربية. وشنو هي؟ يعني عندها علاقة بالدول العربية. هي جامعة الدول العربية اللي هي جامعة خالية من الطلاب. نروح لسؤالنا في الفقرة الثالثة واللي هو عبارة عن لغز، ولغزنا يقول جامعة خالية من الطلاب، وشنو هي؟ جامعة خالية من الطلاب، لكن قولوا جامعة ليس بالضرورة الجامعة، نتخيلوها الجامعة. يونيفرسيتي، هذيك هي الجامعة. حنا كنقولوا جامعة خالية من الطلاب، اسمها ماشي مخنا يروح ديريكتومون الجامعة، كاينة جامعة أخرى اسمها عندها علاقة بالسياسة. جامعة عندها علاقة بالسياسة بالدول العربية، سهلة، متأكدة أنك تعرفها؟ ما عندي حتى يدي. سهلة، كنقولوا جامعة خالية من الطلاب، ما نيماجينيوش جامعة جامعة، يعني جامعة بمعناها الحرفي. انا نعرف الجامعه هي اليونيفرسيتي، ما نقدرش نعرف جامعه واحده اخرى. كاينه جامعه اخرى عندها علاقه بالدول العربيه، منك نستفيد؟ ما على باليش. هي جامعه الدول العربيه، جامعه الدول العربيه وهي الجامعه الخاليه من الطلاب. صح. نروحوا لفقرتنا الثالثه واللي هي عباره عن لغز، ولغزنا يقول جامعه بدون طلاب، ما هي جامعه بدون طلاب؟ أسئلتك صعبة قوي. هي ليست جامعة بالمعنى الحرفي تاع جامعة، عندها علاقة بالسياسة والدول العربية. جامعة الدول العربية. إجابة صحيحة، وهي جامعة الدول العربية. تمام، شكرا لمروركم معنا أخي، وشرفتنا، مرحبا بك في الجزائر. ربنا يخليكي. شكرا، شكرا. وبهكا مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية عدد اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله، إلى اللقاء في أعداد أخرى إن شاء الله. سلام.